بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من الجولة الاقتصادية التي نستعرض بها أبرز القضايا الاقتصادية الموجودة في الساحة المحلية والعربية والدولية، نستهلها بأبرز العناوين. الاقتصاد لم تمنح رخص استيراد سلع إسرائيلية. اقتصاد العام المقبل مرتبط بجدية التحسن السياسي. افتتاح مشروع خط مياه دير شعار في الخليل ومساع لحل الأزمة المرورية في مدينة نابلس. وأخيرا الربيع العربي خلف خسائر بالمليارات وملايين اللاجئين. وفي ملفنا لهذا اليوم سنتحدث حول سبب اختلاف أسعار السلع وما هو دور وزارة الاقتصاد الوطني. وفي الجولة الاقتصادية أيضا أسواق المال وأسعار السلع. وقبل أن نبدأ بنشرتنا الاقتصادية نستعرض لكم بداية آخر أسعار صرف العملات. أرحب بكم مشاهدينا من جديد. ماذا لدينا من أخبار اقتصادية محلية وعربية ودولية؟ لنتابع التفاصيل. قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها لا تمنح رخصا لشراء منتجات من السوق الإسرائيلية ولا تسجل أي وكالات تجارية لشركات إسرائيلية، كما تقوم بالرقابة على المنتجات الأخرى للمحافظة على جودة المنتج الوطني المتبادل. أشار تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية حول التنبؤات الاقتصادية للعام المقبل إلى أنه لا تزال تحيط بالاقتصاد الفلسطيني العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد وتحد من قدرته على النمو، أبرزها استمرار الاحتلال وما يفرضه من تبعية لنظيره الإسرائيلي. افتتح رئيس الوزراء رامي الحمدالله والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خط مياه دير شعار الذي يوفر مياها صالحة للشرب حوالي 200 ألف فلسطيني في حلحول شمال مدينة الخليل. ويشار إلى أن المشروع نفذ على مدار سنتين بتكلفة 516 مليون دولار. قال رئيس لجنة بلدية نابلس سميح طبيلة إنه سيتم البدء بوضع حلول سريعة ومناسبة لتخفيف الأزمات المرورية داخل المدينة. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده طبيلة عقب إعلان السائقين العموميين العاملين على خطي بلاطة وعسكر وقف العمل لمدة ساعة كخطوة احتجاجية. كشف تقرير بعنوان تكلفة الربيع العربي أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي أن تكلفة الربيع العربي وصلت إلى 833 مليار دولار، شاملة تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وخسائر أسواق الأسهم. كانت هذه كل ما لدينا من أخبار في اقتصاد اليوم، وننتقل وإياكم الآن مشاهدينا إلى ملف الحلقة. نرى في كل محل تجاري أسعارا مختلفة للسلعة ذاتها، وسؤال يخطر في بال المواطن دائما، لماذا يختلف سعر السلعة بين محل وآخر رغم أن ما تفصله من مسافة فقط بضعة أمتار؟ ما هو دور وزارة الاقتصاد وكيف تقوم بمراقبة السوق؟ ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد وأيضا القائم بأعمال مدير عام السياسات الاقتصادية في الوزارة السيد عزمي عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك. سيد عزمي، في البداية قبل ما ندخل في موضوع الأسعار ومشاركة فلسطين مؤخرا في المؤتمر الوزاري العاشر للتجارة الدولية، رح نحضر تقرير آراء الشارع الفلسطيني حول موضوع اختلاف الأسعار ورح نرجع نكمل الحلقة. احنا بنلاحظ انه في تفاوت منطقة لمنطقة، من مكان لمكان، موقع لموقع، من بلد لبلد. بنلاحظ انه في غياب للرقابة ولا وزارة الاقتصاد لهاي الأمور. احنا بنطالب انه يكون في رقابة وفي متابعة للأسعار يعني تخفيض وتوحيد الأسعار. أول إشي هو إشي منيح وإشي مش منيح من ناحيتين. ناحية منيحة إنها هي بتعود على البائعين من ناحية اقتصادية منيحة، بس هي بتسبب إنه في بعض من الناس ممكن إنهم يتوجهوا للمحل منخفضين أسعاره أكثر من المحل المرتفعين أسعاره. بنفس الوقت هي منيحة للزبائن بأنها بتراعي المستويات المختلفة للزبائن وأفراد المجتمع. بتلاقي الناس الأوضاعها ممكن أحيانا ما تكون كتير منيحة،
تتوجه للمحلات المنخفضة في أسعارها وبتكون أحياناً بحاجة للأغراض اللي ممكن تكون موجودة في هاي المحلات. نفس الوقت الطبقات اللي ممكن تلاقيها بتهتم في المنظر، بتهتم في برستيجها وهيك، تلاقيها بتتوجه للمحلات اللي أسعارها مرتفعة وهيك. هسا أنا بالنسبة لي إنه كل محل حسب المنطقة بيبيع السلعة بإشي، ففي ناس بيبيعوا سلعة كتير غالية وفي ناس كتير رخيصة، طبعا حسب هم وين، حسب في رقابة عندهم أو لا. بس بالنسبة لي إنه لا، ما فيش ولا حدا بيبيع السلعة بنفس السعر في أكثر من محل. فرق شاسع بين الأسعار من محل لآخر. محل بتلاقي نفس القطعة تلاقيها 100، في محل ثاني بتلاقيها 50، بناء طبعا على موقع المحل وين موجود، وبناء على صاحب المحل قديش بده يربح بالقطعة، القطعة نفسها. كل بصير يحكوا لك إنه والله هاي نوعية غير أو ماركة غير، و100% بتكون نفس الماركة ونفس الإشي، وفيش اي شيء بيميزها عن الثانيه. هلا في فرق بالاسعار، انه احنا من منطقه نابلس، بس بنلاحظ انه رام الله دائما باسعار السلع هي دائما اغلى، خصوصا بالاحذيه والالبسه. طبعا هذا الشيء مش من المفروض يكون، لانه المفروض يكون في سعر موحد للسلعه، خاصه هذا الشيء انه المفروض انه تراقبه اكثر الوزاره. فطبعا الشيء احيانا بدايه، لانه احيانا بيكون الفرق جد كثير كبير خصوصا بالاواعي. المفروض ان وزارة الاقتصاد يعني خلص هاي السلعة عليها هذا السعر، المفروض يضل فيه وما حدا يغيره، وتعمل رقابة، تبعت ناس وهيك اشياء. الاسعار تعطي سعر محدد لاي سلعة موجودة في السوق؟ ممكن يراقبوا اكثر المحلات او يوحدوا التسعيرة، وخصوصي بال يعني في سلع انه مش من المفروض يكون فيها فرق السلعات، مثل اللحمه مثلا، بتلاقي اللحمه في رام الله في فرق بالسلعات عن الفرق عن اللحمه اللي بنابلس او حتى باي منطقه من الثانيه. ففي اشياء على القليل ممكن يراقبوها احسن، مثل اللحمه، الدجاج، هاي الامور يعني اساسيات الحياه. يعني سيد عزمي، شاهدنا آراء الشارع الفلسطيني بالنسبة لاختلاف الأسعار. قبل ما نحكي بموضوع الأسعار، شاركت فلسطين مؤخرا في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، ما مدى أهمية اندماج فلسطين في نظام التجارة العالمي؟ صحيح، أول شيء يعني معروف عن الاقتصاد الفلسطيني أنه شبه مسيطر عليه بصورة شبه كاملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. بكل مجريات الحياة، وبالتالي يعني سياسات الحكومة واللي من ضمنها سياسة وزارة الاقتصاد بتنصب باتجاه تخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والتوجه إلى العمق العربي والدولي بصورة كاملة. الآن بعد حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب من الأمم المتحدة، أصبح مفتوح أمامها المجال بالانضمام إلى كافة المنظمات الاقتصادية والإنسانية. الآن الذي سنتحدث عنه هو المنظمات الاقتصادية. طبعا في حال انضمام فلسطين يعني ضمن المساعي الحالية لمنظمة التجارة العالمية، هذا سيتيح المجال لفلسطين بتوسعة الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية، وأيضا الاستفادة من المزايا والخبرات الدولية في مجالات الإنتاج وموائمة الإجراءات التي تقوم بها حاليا الحكومة الفلسطينية ومؤسسات الحكومة الفلسطينية مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. فبالتالي يعني حجم الاستفادة ستكون اقتصادية وسياسية في نفس الوقت. لاحظنا بأنه الآراء الشارع الفلسطيني كانت بيتحدثوا المواطنين عن اختلاف بالأسعار، ومنلاحظ بأنه موجودة سلعة في كذا محل ولكن الأسعار مختلفة من محل إلى آخر، أبرز أسباب الاختلاف. صحيح، هذا المسألة هي موجودة، وحتى يعني نوضحها نحتاج إلى تقريبا نوع من التفصيل. أول شيء، هناك أسباب منطقية اقتصادية لها علاقة بالتكاليف الاقتصادية بشقيها اللي هي بنسميها التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. لأنه معروف للجميع أنه بعض محافظات فلسطينية أنه يختلف التكاليف من محافظة لأخرى اللي لها علاقة بالمحل، أجرة المحل وأجرة العمال وما شابه ذلك. فبالتالي هناك يعني هذا الاختلاف البسيط المبرر اقتصاديا، ولكن الشق الآخر عندما تكون داخل المحافظة الواحدة أو حتى عندما يكون المحل لا يبعد عن المحل الآخر سوى بضعة أمتار، هذه من هنا هذه مشكلة. وهذا ما نحاربه إحنا أيضا في وزارة الاقتصاد، ولما لا نقبله أيضا على الإطلاق. وبالتالي هذه الأسباب تكون لها علاقة بأول شيء جودة البضاعة
قد يكون اختلاف مصدر البضاعة، لأنه إحنا يعني يجب أن يعرف المواطن الكريم بأن إحنا دولة نستورد أكثر من ما ننتج ونصدر. نحن نستورد تقريبا ب 5.3 مليار دولار سنويا، وما ننتجه أو نصدره لا يتجاوز المليار دولار، وبالتالي يعني معظم إنتاجنا أو معظم استهلاكنا هو من المستوردات وليس من الإنتاج الوطني. وبالتالي جودة البضاعة تلعب الدور الأساسي، أيضا موقع المحل يلعب دور أساسي داخل آخر داخل المدينة الواحدة. هاي الأسباب يعني اللي إحنا ما بنقبلهاش يعني أو منحاربها كوزارة الاقتصاد لما بكون ما فيش أسباب جوهرية للفارق واختلاف في السعر. المواطن العادي ممكن أنه ما يكون عنده قدرة على الاحتجاج على اختلاف الأسعار، لأنه ممكن يفوت على محل ما يعجبه السعر يحكي له أنه صاحب المحل روح اشتري من عند غيري، فممكن يروح على محل تاني يأخذها بسعر أرخص. فبالتالي المواطن هون يعني يقع بين التلاعب بين التاجر والمستورد. دور وزارة الاقتصاد في هذا الموضوع في الرقابة أيضا على الأسعار. صحيح، أول شيء إحنا يعني بالمنطقة الفلسطينية أو بالسوق الفلسطيني إحنا اتبعنا سياسة الاقتصاد الحر في المادة 21 للقانون الأساسي، فبالتالي نحن كحكومة وكوزارة الاقتصاد لا نحدد أسعار، يعني هذا الشيء يجب أن يعرفه الجميع، ولكن أتيح لنا هوامش التدخل في السوق للمحافظة على البيئة العامة للاستقرار الاقتصادي حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2012. وضمن هذا السياق يعني اتخذنا مجموعة من الإجراءات في عملية ضبط وتنظيم السوق. صحيح. لدينا طواقم حماية المستهلك يعملون يعني على طول الوقت، وأحيانا يعملون بساعات المساء وأحيانا يعملون حتى ساعات الفجر لمراقبة حالات الغش والتحايل. وأيضا الحقيقة الأخرى وهي المهمة أنه المواطن هو الفيصل في هذا الموضوع. صحيح. ويستطيع أن يتوجه إلى المحل التي تبيع البضاعة أو نفس البضاعة أو البضاعة القريبة من بعضها من المحل الذي يبيع بأسعار أقل، لأنه إحنا يعني كحكومة كوزارة اقتصاد نحارب حالات الاحتكار ولا هوادة في ذلك. صحيح. ولكن المواطن ضمن هذا السياق يعني لا يوجد سلعة محتكرة لجهة معينة، فبالتالي يستطيع أن يتوجه ويشتري هذه السلعة من أي مكان يرى بأنها تبيع هذه نفس البضاعة بسعر أقل. وزارة الاقتصاد أعلنت بأنه رح يكون هناك قائمة إرشادية لمختلف السلع، يعني ما مدى أهمية هذه الخطوة؟ ممكن أنها تضبط فعلا السوق المحلي بوضع هذه القائمة؟ أخت العزيز صحيح، يعني أيضا ضمن الهوامش المتاحة لوزارة الاقتصاد الوطني هي وضع قوائم الأسعار الاسترشادية. صحيح. لمجموعة من السلع. الآن لا نستطيع أن نعمل قوائم أسعار استرشادية لكل السلع التي يستهلكها المواطن لأنها مئات السلع. صحيح. قمنا بتحديد 66 سلعة أساسية اللي بتشكل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وبالتالي قمنا بوضع أسعار استرشادية عادلة لكل من المستهلك من جهة وللمنتج والمستورد من جهة أخرى. عادل لكافة الأطراف. نعم، قمنا باحتساب كافة التكاليف اللي لها علاقة بالإنتاج أو بالاستيراد، وقمنا يعني احتساب هوامش ربح عادلة ومنطقية للطرفين. الآن هذه القوائم الاسترشادية نقوم بتطبيقها ومراقبة تطبيقها في كافة محافظات وأسواق محافظات الوطن دون استثناء، وكل من ثبت بأنه يخالف هذه القوائم الأسعار تم مخالفته وتحويله إلى القضاء، وفي كل شهر يعني يتم زيارة مش أقل من 10,000 محل على الأقل ضمن الجولات في كافة المحافظات، ويتم تحرير المخالفات وننشر ذلك على صفحات الوزارة وفي تقارير الوزارة المنشورة على صفحة الوزارة، يعني لدينا الشفافية المطلقة في هذا المجال، وبالتالي طواقم حماية المستهلك هي تقوم بواجبها على أكمل وجه، ونحن راضون عن أدائها ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة لديها. المتاحة. يعني بما أنه إحنا على مشارف انتهاء سنة 2015، أبرز الإنجازات اللي قامت فيها وزارة الاقتصاد الوطني. يعني الإنجازات كانت كثيرة وفي كافة المجال، وكانت كبيرة لسبب أنه وزارة الاقتصاد الوطني هي تجميع لثلاث وزارات، وزارة صناعة، وزارة التجارة، ووزارة التموين،
وبالتالي حجم الإنجازات كانت كبيرة، لأنها الأهداف المناطة بوزارة الاقتصاد الوطني كبيرة جدا، وبالتالي يعني كثير من الإنجازات اللي تمت في عام 2015 أو بالفترات السابقة. أول شيء يعني على صعيد دعم المنتج الوطني ليكون بديلا عن المنتج المستورد سواء من الأسواق الإسرائيلية أو من الأسواق الخارجية، واستخدمنا جملة من الإجراءات في هذا الجانب، سواء إجراءات قانونية تشريعية أو إجراءات لها علاقة باستصدار بعض القرارات والقوانين من مجلس الوزراء اللي لها علاقة بحماية المنتج الوطني وفرض رسوم جمركية على المستورد اللي لها بديل وطني، بالإضافة إلى كثير من مشاريع البنى التحتية سواء في المدن الصناعية أو البيئة التشريعية. الآن جاري العمل أيضا على تطوير هاي المدن الصناعية اللي هي مدينة جنين وبيت لحم بالإضافة إلى أريحة، والتي سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على صعيد التنمية الاقتصادية بصورة عامة. عملنا أيضا على تحسين المناخ الاستثماري بالشقي القانوني وتعديل الكثير من القوانين والمشاريع اللي لها علاقة بتطوير الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى الشق السياسة التجارية حيث ندعم عملية التوجه إلى الاستيراد والتصدير المباشر بعيدا عن التبعية الإسرائيلية. وأيضا لدينا إجراءات كثيرة في هذا المجال نستخدمها في حال سمحت إسرائيل لنا بتنفيذ هذه السياسات. وأيضا في مجال المواصفة الفلسطينية طورنا الكثير من المواصفات الفلسطينية، وأصبح المنتج الوطني يتمتع بجودة عالية، وأصبح أكثر من 200 شركة فلسطينية حاصلة على شهادات جودة عالمية، ومنتجاتها تصدر إلى كافة دول أوروبا وأمريكا وروسيا والدول العربية والخليجية. وبالتالي هذا باختصار رزمة الإنجازات اللي حققناها في العام 2015، ولدينا الكثير من الإجراءات الأخرى المحفزة للاستثمار والتي تعمل على تخفيض المعاناة على المستثمرين والمواطنين الفلسطينيين. يعني هاي الإنجازات اللي قامت فيها الوزارة خلال العام 2015 لابد من وجود أيضا رؤية مستقبلية أو أهداف أو مشاريع راح يتم تنفيذها ودعم الاقتصاد المحلي فيها. إذا نحكي عن الرؤية المستقبلية للوزارة أو أهدافها لعام 2016. صحيح، الرؤية تتمثل كالآتي: بدعم المنتج الوطني الفلسطيني وزيادة العمل على زيادة الميزة التنافسية لهذا المنتج وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، لأنه الحياة الاقتصادية الفلسطينية عندما نتحدث عن استدامة مالية واستقلال اقتصادي عن إسرائيل يجب أن نتوجه إلى دعم القطاعات الإنتاجية والمنتج الوطني تحديدا. وبالتالي جل اهتمام وزارة الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة يتمحور حول دعم المنتج الوطني طبعا، ولدينا الكثير من الإجراءات في هذا العمل. سيتم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل غالبية المشاريع الفلسطينية، وأيضا سيتم دعم المشاريع الريادية لأصحاب الأفكار الريادية وخاصة الشبابية. أيضا سيتم التركيز على المشاريع النسوية في العام القادم أيضا، بالإضافة إلى ذلك سيتم أيضا التركيز على تحسين البيئة الممكنة للاستثمار وجلب الاستثمارات سواء المحلية والخارجية، لأنه لا يعقل أن يبقى حجم الاستثمار لغاية الآن الخارجية في فلسطين لم يتعدى 1.3 مليار دولار، معظمها في الأسواق الأسهم والسندات، وهذا طبعا ليس عيبا في واقع الاقتصاد الفلسطيني، ولكن العيب هو في إجراءات الاحتلال التي ما زالت هي الطاردة لهذه الجذب هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى رزمة كبيرة أيضا من الإجراءات المنوي عملها في العام 2000 وليس فقط 2016، وإنما ضمن الخطة الوطنية لتنمية القطاع الاقتصادي اللي هي للسنوات 2017-2022، لأنه بدأنا الاستعداد لوضع هذا الملامح هذه الخطة، والتي ستتمركز أيضا حول إعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل حتى نضمن أن لا تبقى إسرائيل مسيطرة على جميع مجريات الحياة الاقتصادية الفلسطينية، حتى نضمن أن يكون هناك استقلالية اقتصادية
تبشر وتدعم الاستقلال السياسي القادم إن شاء الله. إذن هي مشاريع يعني كثيرة رح تكون فيها وزارة الاقتصاد لدعم المنتج المحلي، وأكيد رح يكون لنا لقاء كمان في بداية السنة الجديدة حتى نتحدث بشكل مفصل عن هاي المشاريع. بشكر السيد عزمي عبد الرحمن القائم بأعمال مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد وأيضا الناطق الرسمي باسم الوزارة. تحياتي. لنتابع مشاهدينا تطورات أسواق المال محليا وعربيا ودوليا. وإلى زاوية السلع والمعادن والوقود لنتابع سوية آخر الأسعار. تتردد على مسامعنا كلمات الاندماج الاقتصادي أو التكامل الاقتصادي الذي يعمل على زيادة الإنتاجية الاقتصادية المشتركة بين الدول. ماذا نعني بالتكامل؟ لنتابع. التكامل الاقتصادي هو عمل إرادي بين دولتين أو أكثر يزيل كافة الحواجز أمام التبادلات التجارية وانتقال عوامل الإنتاج فيما بينها. وفي الاقتصاد الدولي هو الحالة التي يتم فيها التعامل الاقتصادي بين الدول على أساس أن تقدم كل دولة للأخرى ما تحتاجه من عناصر تنقصها لتعزيز عملية الانتاج الاقتصادي في البلدين. فالدول التي تملك العمالة الماهرة أو الراخصة تقدم هذه العمالة، بينما تقوم الدول التي تملك رؤوس الأموال بتمويل الاستثمارات المشتركة. ويمثل الاتحاد الأوروبي أحد نماذج التكامل الاقتصادي، حيث قدمت دول أوروبا العمالة المهاجرة، بينما قدمت بريطانيا وألمانيا رؤوس الأموال والتكنولوجيا اللازمة. ويهدف التكامل الاقتصادي لانخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين الناتج عن المنافسة وزيادة التجارة البينية، وبالتالي زيادة التجارة العالمية. ماذا لدينا من معلومات في هل تعلم؟ لنتابع. هل تعلم أن 75% من المقدسيين في القدس الشرقية يقعون تحت خط الفقر ويشكلون 37% من سكان القدس بشكل عام؟
هل تعلم أن حجم التجارة البينية بين الأردن وفلسطين لا تتجاوز 140 مليون دولار سنوياً؟ هل تعلم أن 83 مليون نسمة لا تصلهم مياه الشرب النظيفة في المنطقات العربية؟ كانت هذه كل ما لدينا من معلومات في فقرة هل تعلم، وننتقل وإياكم الآن مشاهدين إلى زاوية كاريكاتير اقتصادي. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية الجولة الاقتصادية لهذا اليوم. مني أنا فرح زحلقة ومن طاقم العمل أطيب الأوقات، وشكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.